كل سنة وانت طيب يا جعفر. النهاردة العيد. وانت طيب يا معلم. شكلك مش مبسوط. ليه؟ مش عاجباك القعدة معانا؟ ولا وحشتك اللحمة بتاعت المعلم سيد؟ معلم سيد. معلم سيد اللي ما حاولش يسأل عليا طول ما انا هنا الفترة دي. ولا حتى حاول يساعدني. خلاص يا معلم حسن، ما بقتش اثق في حد. وانت فاكر ان المعلم سيد كان هيقدر يخرجك من الجماليه؟ انت صعبان عليا يا جعفر. عارف ليه؟ لانك ما تعرفش ان المعلم سيد ده كان بيستغلك. معلم سيد استغلنا؟ اه. روح اساله، ولما تعرف الحقيقه ما تبقاش تخلي حد يضحك عليك تاني. ولازم تكون متأكد ان مفيش حد بيجي على حق حد ويكسب. انا بحق الايام الفترجة دي هسيبك تخرج من هنا وترجع لبيتك. انت بتعمل معايا كده ليه؟ بعمل ايه؟ تأكلني، بتراعيني، دلوقتي بتقول لي امشي؟ ليه يا معلم؟ عشان دي الاخلاق اللي تربينا عليها يا جعفر. يا بخت من قدر وقفي. انا هسيبك تمشي من هنا، بمدلك ايدي، بس توعدني انك عمرك ما تغدر تاني بعد كده. اوعدك يا معلم، عمري ما اغدر بيك. وان شفت وشينا تاني هيبقى بالخير يا معلم. نقرا الفاتحه على كلامك. افتح. كل سنة وانت طيبة. أول مرة حد غير أبويا الله يرحمه يديني هدية. ومن هنا ورايح مش هتاخدي هديتك غير مني أنا. وحشتيني أوي يا ليل. وكل ما أفتكر حزنك أبقى عايز أجري وأطبطب عليكي وأقول لك إن أنا هنا جنبك. وهو انا كنت اعرف حد اللي فات من غيرك يا حسن؟ ده انت عوض ربنا ليه؟ طب مش انا الاوان بقى يا بنت الناس؟ يا ريت كل حاجه كانت سهله كده. كل حاجه سهله يا ليل. الاربعين عدى وشهر رمضان عدى، وادحنا في العيد. كل سنه وانت طيبه. نفسي بقى العيد يبقى عيدين بتقفل علينا باب واحد. طب وعزمي؟ عزمي احنا لازم نتكلم معاه. طالما كده كده هيحصل يبقى خير البر عاجبه. يبقى النهارده قبل بكره. ودي هنعملها ازاي بقى؟ انت لازم تروحي له الليله. اروح له؟ انا اصلا ما اعرفش هو قاعد فين. فرج دليني على مكانه. هتروحي له تتكلمي معاه. عايزين ننهي الموضوع ده بقى. عزمي لازم يفهم ان الدنيا خلاص اتغيرت، بس مكانه هنا في الحاره لسه موجود.